قبالة إن شاء الله. شحال أخويا؟ غنجيبو إن شاء الله جوج لزيرة في وسط الرباط إن شاء الله. باينة 3-0 سلام ويا سلام وفسحكم العالم أحسن طربوة في العالم. اوكي صباح عليكم لافاين، كنت باغي نبارطاجي معكم هذا الشيء مي للضروره شي احكام الدراري. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف، سوء تسيير جام الامن زيرو، امن مدينه الرباط السلطات المحليه زيرو والو، مع كامل احترامي الناس اللي خدموا بجديه وبقاو حتى لاخر لحظه صامدين وعاد هربوا حتى شافوا صحابهم هربوا. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف الدراري، تحيه خاصه للوقايه المدنيه اللي قاموا بواحد الدور كبير لا خارج الميدان لا داخل الميدان، حيت كانوا بزاف نتاع الاصابات. المهم بزاف نتاع الفيديوهات شفتوهم الدراري فهاد الدوجور اللي دازت نتاع الشغب اللي وقع نتاع هادشي اللي وقع، بزاف نتاع الحوايج، ناس مضروبه، ناس مشات للحبس، ناس بزاف الحوايج، كاينين ناس مظلومين مشاو للحبس، راه كلشي باين وكلشي واضح. القرار اللي تصدر من الجامعه توقيف نتاع المغرب الفاسي بجوج ماتشات بدون جمهور، كذلك 120,000 درهم كغرامة مالية، قيس للناس كاملين اللي سولوا فيا وبغاو يشوفوني، يعني بغاو يعرفوني يعني كي بقيت شنو يعني جرى وشنو طرا لي، واش تقاصيت ولا ما تقاصيتش تما في ديك الشغب. المهم الحمد لله على كل حال خرجنا سالمين، كامل احتراماتي للناس نتاع مشجعين الجيش الملكي اللي بقات 5 دقائق ما بغاوش الشغب ومشاو بحالاتهم قبل ما تضرب البيت الثاني. اما هذوك التحميريات وديك الحمير اللي نوضوا الشغب زيرو بدون عقليه وبدون شخصيه، مع كامل احتراماتي للمشجعين النقيين اللي بغاو داكشي يدوز على خير وبخير. كاينين الناس سامحين في قرايتهم، كاينين الناس سامحين في والديهم، كاينين الناس سامحين في ولادهم باش يطلعوا باش يبدلوا الوقت باش يديفوا له شي شويه ويعني يشجعوا الفريق ديالهم حتى تفاجؤوا لقاو الشغب وتقاصوا وتفلقوا وتضربوا وتهرسوا وبزاف الى اخره. لحد الان تبارطاجيو حوايج خايبين، لحد الان شفتوا غير الشغب. اليوم هذا الفيديو لي سبيسيال غادي تشوفوا الناس كي داروا تنقلوا كي داروا ديبلاصاو جماهير، الاجواء اللي دازت زوينه في التيران، الاجواء اللي دازت رائعه داخل الميدان او خارج الميدان. ديروا شي لايك وخليو شي كومونتير زوين، بارطاجيو الفيديو مع لا فامي تاعكم باش ليكم كاملين. عرفي الرباط ان شاء الله، الرباط ان شاء الله نتيجه المقابله ان شاء الله. شحال اخويا؟ غنجيبو ان شاء الله 2-0 في وسط الرباط ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. ويلي ويلي شكون معاكم؟ معاكم مالك، معاكم حاليا الملك باكوكا. كيف ما تشوفوا معنا باكوكا ما طلعش الرباط اخويا باكوكا. لا خويا اليوم تسيبوط ان شاء الله انوار ياك. ان شاء الله بالتوفيق. شنو نتيجه المقابله اللي تتوقع ما بين المغرب الفاسي وجيش الملك؟ ان شاء الله نربحوهم 4-0. لا عزه باكوكا هيش على البحر. ما تفرح لا غير الموز. شحال فرحنا ودعي معنا we
لكم اجواء كاملين تاع الماتش. يلا غادي نشوفوا لي سيكيت واش مازالين ولا لا، نتمنوا يكونوا مازالين التيكيت باش ما يوقعش الشرقيان وما يوقعش بزاف تاع الحوايج. تنتمنوا الدوز بخير وعلى خير. دخول اللاعب بين العرضية الملعب والمغرب الرد الفاسد بالغول الصفر. وين عبيا مجيد يا عودة
وفاهم يا مسكي. الشوط الأول لتقدم المغرب رياضة ماسي بهدف لا شيء. هنا ترقبوا معنا، هنا اللاعبين يدخلوا إلى أرض. ديما باينة 3-0 ديما واخا اللي ما صدقاتش راه هانية، ديما صفرا المهم رابحين، ديما صفرا وديما صفرا وفاس اللي حاكم العالم. يا سلام ويا سلام وفاس حاكم العالم، احسن طربوة في العالم. كما تشوفوا راهي ضربت من كازابلانكا، دار البيضاء المهم اخوتي كيفما تشوفوا راهي ضربت، سمح بالخدمه ديالو باش يصير بورتير المغرب الفاسي. المغرب الفاسي حاليا 45 دقيقه تسالات رابحه بواحد الزيرو. تنتمناو نجيبوا التاهل لمدينه الرباط ونهبطوا على خير وبخير، هذاك الشيء اللي باغيين. غادي ندخلوا نبارطاجيو معكم ماشي كيف داير. اوكي ضغط رهيب، ضغط بزاف نتاع الضغوطات على الجماهير من خلال يعني الملعب، يعني السلطات المحليه، يعني ما كاينش التيكيت، ما كاينش بزاف د الحوايج، لقاو صعوبات باش يدخلوا للجمهور. دابا عباد الله باغي غير يشربوا ما لقاش باش يشرب، ما لقاو لا ما لا والو. عباد الله في تسناو غير ما والو، حشومه وعيب وعار تيران بحال هكا، يجيبوا غير يعني جاي في العاصمه، فوالا جاي في العاصمه نتاع الدوله ديالنا، يعني العاصمه نتاع الدوله ديالنا فيها ملعب قد هكا وتقدر تدخل فيه اي لحظات، تدخل فيه يعني المنتخب الوطني وما كاينش فيه الماء وما كاينش فيه طواليطات، حشومه بزاف. مي حنا غادي نسيبورطيوهم باش غادي يخرجوا رابحين ان شاء الله ومتفوقين في هذه المباراه. بيستيكم كاملين يلا. Yeah.
الجيش الملكي خارج الجمهور ديالهم غادي بحالاتهم. امبوسيبل امبوسيبل. خارجين خارجين. الماتش مازال ما سالاش، والله ما سالا. تعدي يا سيفكو سيفكو. نوصل الى وصلت لواحد النيفو مقابل بجوج الطياره. زيدهم شي 5 دقائق بالرجولة سريعة البيلة. ماجد صافي رجع له النيفو ديالو رجع اللياقة. صافي خت عارفو غيرجعو بحال الحيوانات. أمكر الخير بصراحة. أفاس العلم أبا. سي. سي. تجلي ديالنا. لا بلاش. لا ما يدبر عن شي واحد بالحمرة ماتش جاي يحتاجين. رضا الميغوس. صحة والراحة رضا. صحة الرباح ما ضربتيش الشمال على الخاوي. طريق طريق. ومبروك الربح ومبروك الروى كيكونوا رجال الى داهم الله. كيكونوا رجال الى داهم الله.